أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد بذمرة العيد، عيد الميلاد والظهور الإلهي، بعيد الكل بفرح الملائكة والرعاة والمجوس، ولكن بنفس الوقت بأنظار عم نطلع للمولود في المزود لتواضع الإله، وتخلينا أنظارنا كمان من بيت لحم تنحدر على وادي الأردن، على نهر الأردن، حتى نشوف المسيح كيف عم بيعتمد هونيك. وبنعرف كلنا سوا أنه المسيح ليش تجسد؟ محبته بالإنسان كبيرة، بيريد ينقذه ويفديه ويخلصه ويقدسه ويجعله ابن بالملكوت، عنده كل نعم ومواهب الروح القدس. منشوف تواضعه ومنشوف وداعته، أن هالشغلتين بالحقيقة للمسيح اللي طلب أن نتعلمها منه. تعلموا مني فأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة في نفوسكم. حتى نتعلم هالشغلتين من الرب بدنا نعمة الروح القدس. هي كل جهادنا بالحياة المسيحية، هي أن نقتبل المسيح، نقتبل كلمته والحكمة اللي موجودة بالروح القدس، نتعلم التواضع والوداعة اللي هن في المسيح. لأن إذا تعلمناهم منصير نقبل واقعنا نحن ناس خطأ، ومنصير نعرف نقدم حالنا بخطيتنا لربنا ما دامنا بنعرف مين هو وبنعرف محبته وداعته وتواضعه، إنه بيريدنا وبيريدنا كلنا مثل ما إنا لا يغيرنا. فهيدي في صعوبة عند الإنسان يعمل هالمشوار مع الله، بيتردد بيخاف ما بيصدق، أو بيعمل خطوة وبيرجع عشرة، ولكن الروح القدس موجود هونيك تماما لحتى يضوي علينا، لحتى كل ملكات نفسنا تصير لربنا، لحتى نقدم لله ذبيحة هي حياتنا وذبيحة مرضية لإله بعبادتنا لإله. فمشان هيك بيمنحنا الحكمة، الحكمة أن الله عطانا حياة جديدة اللي هي التوبة اللي منعيشها كل يوم، كل يوم نوقع وكل يوم منقوم، ولكن بيعطينا هالحكمة لحتى نثابر رغم كل ضعف عنا أن نكون للمسيح. الإنسان الجديد شفناه بيسوع، الإنسان الجديد والخليقة الجديدة شفناها بالعذراء، عيناها بالقديسين وحبيناها، نشتهي إنها تكون كمان عطية لنا، وهي بالفعل لنا موجودين بهالمعجن بهالمخبز اللي عم بيخبزنا لحتى يطلع الإنسان اللي فينا. فإذا اقتنينا التواضع والوداعة اللي هني بالمسيح، منصير بنعرف نجيش كل قوانا لحتى نبني فينا إنساننا الداخلي، منصير نعرف نكون تلاميذ للرب ورسل لإله لحتى نساعد أخوتنا وأترابنا يلاقوا المسيح، يلاقوا كلمته حياة فيهم. وهيك ما عاد نتكبر على بعضنا البعض، ولا منجيش قوانا وعقلاتنا وإمكانياتنا ضد أخونا، بالعكس نصير نجيشهم لمحبة خينا لنموه ولخلاصه. هذا كله سوى عمل الروح القدس بخليقته الجديدة. فهيك الروح بيعلمنا ننتبه لكلمة الآب اللي سمعناها بنهر الأردن، هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا به سررت. فبدنا نصير ندق هالباب، هيدا باب بنوتنا لله، باب مسرة الآب شو هي يعني مشيئته، وباب انه كيف نحن بالعمل ناخذ هالكلمة لحياتنا وتصير لألنا. الناس اللي بيختبروا خبرة الاعتراف امام الكاهن بيصيروا يكتشفوا كيف كلمة الانجيل بكل مرة بيعترفوا فيها بيعترفوا بخطاياهم وتصير لألهم.
يصير هالإنجيل شوي شوي يصير مثلكم، هالمقطع وهالحادثة وهالكلمة يصير شوي شوي مجموع فيهم. كل ما الإنسان استدرك حياته وقام من خطيته لقى نعمة الله، ورجع قام لخدمة المذبح ولخدمة القريب، بيلاقي حاله إنه هو شوي شوي ذبيحته عم بتكون طاهرة نقية. فالإنسان الجديد ما خاض، عم بيولد، ما بيبين، بين معالمه كلها سوا إلا بالقيامة العامة أو برقادنا وانتقالنا لملكوت السماء. القديسين سبقونا، هيك شفنا نعمة الله فيهم والخليقة الجديدة كيف صاروا. فما فينا إلا نشكر نعمة الروح القدس الحاضر في كل مكان، والذي يحيي كل إنسان، والذي يرشد كل إنسان إلى معرفة الحق، إلى معرفة مشيئة الله، وبيعطينا الحياة كلها سوا من جوا لحتى يجمع الإنسان الميت والمحبط واليائس لمعرفة الله، ليما هو ليعطي حاله لله، ليساعد إخوته لنكون كلنا سوا مع بعض من بعض هيك بجسد واحد اللي هو جسد المسيح. جسد المسيح هيدا هو الملكوت. ما في أبسط من هالتعبير إذا فينا نقول. فربنا يبارك الكل ويساعدنا بهالرحلة اللي عم نكتشف فيها نعمة الله الجبارة اللي جعلت ابن الله يولد من العذراء، واللي بيجعل منا نحن العظام واللحم نصير أبناء الله. الله يبارك مسيرة كل إنسان، ونتعاون كلنا سوا مع بعضنا حتى هالمسيرة تكون إمكانية بحياة كل واحد، إمكانية صحيحة نقية طاهرة، وكلنا سوا نشيل الحمل مع المسيح بتواضع وضيع، يعني نحمل الصليب، صليب مسؤوليتنا بالخدمة، أن العالم كله يخلص بالمسيح يسوع. آمين.